هذه واحد الخرجه غنقول له خرجه زوينه في المستوى. علاش؟ فيه الناس العارضين والعارضات، الصناع التقليديين الابرار والاوفياء جايين. تجمعنا قلنا اللي ما لا الحمد لله نجحت، جينا باش نفوجوا على روسنا ونوريو الاخرين اللي ما عمرو جا وكاين، نوريوه بلانه راه كاين كاين ما يتشاف في المغرب، باش ما عمرنا نقولوا بلانه راه غير بلاصه معرض، راه معرض تيبقى معرض، ولكن بالنسبه للتفواج تتبقى التفواج وتتبقى التنميه. هذه تدخل في التنميه الذاتيه ديال الاشخاص. والحمد لله الاخوان كاملين هما شفتوهم بلانه فرحانين، كل واحد فين مشى. وكنتمنى ان شاء الله باش نديروها عاوتاني لشي بلاصه اخرى. تبارك الله عليكم وتبارك الله على العسري تسلم رئيس تعاونيه ام الويدان. جينا مشاركين في مراكش الصناعه التقليديه، واليوم درنا رحله مع الناس ديال المناطق من طنجه للقويره، وجينا للثلج اللي ما قدش شاف الثلج يشوفه. وانا بعدا بالنسبه لي انا ما قدش الثلج، وراني اليوم شفتو. ونشكروا الصحافي ديالنا سمية محمد، ونشكر كاع الاخوت والاخوات على هذه الرحله، ونشكر الناس ديال دار الصانع اللي الحمد لله جمعت هاد الوجوه الى نتلاقى تجابروا وشافوا ولحقوا ذا البلد. وتحيه للجميع. تحيه للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بنعمو إبراهيم، رئيس جمعية سوس للنجارة والتنمية الحرفية بتارودان. اليوم كنت تواجدوا في أوريكا والنواحي ديالها بهذا المنظر الجميل ديال الثلج. تحت لنا فرصة شاركنا في مراكش المعرض دور ديال الدورة السادسة، والحمد لله فرحانين بهذا الجو. هذا اليوم خرجنا مع الإخوان العارضين واستفدنا مزيان، وان شاء الله كنتمنوا نرجعوا مره اخرى ونجيبوا معنا المنخرطين ديالنا، حيت خدينا واحد التجربه كبيره. وكنشكروا كل الجميع، وكنشكروا السي محمد الصحفي ديالنا، كنشكروا بزاف. الله يحفظك. تحياتي. شكرا. Yeah.
سير. السلام عليكم، معكم هشام بوعنان رئيس التعاون المقمط لإنتاج القسكس والحلويات من قناة مقولة. اليوم كنتواجدوا الحمد لله في أثيم بن صراحة جو رائع، وهذا 2020 دخلت علينا بالجديد. شاركنا في المعرض ديال الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لدورته السادسة في مدينة مراكش. الحمد لله الأجواء، جينا احنا كعارضين لهذا المكان الجميل جدا الخلاب، وتنتمنوا ان شاء الله اللي ما عمرو شاف هذه المنطقة يجي لها في اقرب وقت ممكن وفي هذا الوقت بالذات. الشكر موصول لجميع الطاقم التقني وبالخصوص الصحفي ديالنا محمد برجا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمينو خيره الغصيص اللي سنت زاين ديك ديال الرئيسه التعاونيه نتا بوقس تصف معريط جا الرحله جي مراكش جيتنا مراكش هار كونين سنين مير شيجان هار نتشكر العارضين والعارضات هار نتشكر المنظمين تاني مير تنسن نحمد أسي ربي دات ستلجي وين أغدى العارضين وين أغدى ستلجي وين أغدى يباطني هي العارضين ولا وين أغدى وين أغدى نيني تلج نتزرس الرحلة هار نسنين مير كل ما يجانا مغربي سشطان جاء القويرة نحمد أسي ربي المغرب نغي الذي يسهل شي ما يدي حلان إن ميت غيت أردي يستدوت الحمد لله ولي خصها الخير نحمد أسي ربي نشكراس هاد ينصر صدي ربي اللي دنغات قد ينصر مولانا يا عوداس هار نتسلم خفل أحباب نخول شي ما نهلان سشطان جاء القويرة. السلام عليكم وتنميرت النون هار نتشكر الصحفي الله ينورك يموني دنغار غي تصور هي الناس ندا هار نتشكر الجمهور كلشي نشكر العارضين نشكر المنظمين غادي تونس المعرض داخل قرانا نستفاد ديال المعرض